وزي كفن تبع الموجة. سعيد برشا باستقبال ثاني ضيوفي بالتليفون مباشرة على موزاي كفن الفنان التونسي حسن الدوس. مساء الخير. أهلا وسهلا. شنحوالك مالك؟ شنحوالك أنت؟ صباح صحتك لاباس؟ الحمد لله لاباس، صحة خير الحمد لله، نحن دايما نشكر يا رب. خطفناك بعد 6 سوايع من صدور اغنيتك الجديدة نجمة ستار، 3.2 ألف مشاهدة إلى حد الآن. وين ماشي الأغنية توا؟ وين ماشي؟ وهي البليز امبورتون اللي الأغنية تعملت وفما جديد تعتبر كل شيء. تعد برشا معناتها بالإصدار مع أغنية جديدة اللي هي داخلة في الألبوم الجديد نتاعي. نحب نقول لك أنا كملت 8 أغاني، معناتها ألبوم 8 أغاني. إن شاء الله بشوية بشوية باش نبدا نهبط معناتها في الأغنيات، معناتها بصفة معناتها تدريجية في كل شهرين نهبط حاجة. الأغنية الأولى هي نجمة، صورتها وحبيت نعمل إيماج لبلاصة عزيزة على قلبي اللي هي جزيرة قرقدة. فمشيت صورتها غادي، مشيت صورت البساح في الحمية، صورت البلاد، الناس معناتها قرقنا غادي تصوروا معايا. وفوالا بيان سور ديما معناتها البلاصة هذيك متوحي لي كان الحب، معناتها جزيرة الحب. دونك معناتها عملت حاجة منها رومانتيك منها فيها جو. والريتم الإيقاع معناتها الإيقاع نتاع الأغنية هو ريتم زي دقرتني معناتها زي دقرتني فوالا. فنجمة وزاد علاش اسمها نجمة؟ خاطر جزيرة قرقنا معروفة بال اللي في الليل تنجم تشوفك اللي تنجم تشوف النجوم واضحين برشا برشا برشا. وفما كل يقولوا له مالك اللي زيتوال فيلونت في الليل. فوالا معناتها فما برشا اللي زيتوال فيلونت في الليل. علاش سميت نجمة؟ ونشكر برشا اهالي طرفنا اللي عاونوني في داخل هنا وفهموا في الكليب. هو نحس فيك برشا طاقة اليوم حسين، لأنه ممكن احنا كنت معانا انت في موزايكا فام في اول الصيف، ووقتها الوضعية ماهيش مناسبة باش واحد ينجم يهبط اغنية وعنده طاقة اصلا باش ينجم يغني. اليوم القول جديد، قريت لك كومنتير بالنسبة لغنيتك جديدة على اليوتيوب ولا؟ والله مازلت الحقيقة مازلت نقرأ لك شوية. اقرا لي ترى نقرا لك شويه. يا سيدك من الكومنتير مثلا، اول كومنتير عجبني مش عجبني، هو عرضني المحاله ما في بلاستو ينجم نقولوا، قالك ديزولي صوتك حلو وقوي اما بصراحه ما عجبتنيش الاغنيه الجديده. شنو تعليقك على الكلام هذايا؟ نحترم برشا تعليق من عند درة. تسمع فيا حسين؟ تسمع فيا مالك شوف التعليق من جميع غالب تلقى البيه بتلقى القائد في نغمال. ونحترم معناتها الآراء متاع الناس الكل. وشوف راه الفن عندنا كيما التابلو بانتور، كل مرة نعمل تابلو دو بانتور ونخرجه. فنجم معناتها الأذواق راه تختلف. نجم أنا توا نعمل تابلو، نجم يعجب عبيد، نجم يعجبش عبيد. ولا معناتها كل واحد مثلا نعطيك حاجة فور إكزامبل. فما لوخيست سامفونيك شينوا فور إكزامبل كيمشي لأمريكا، كيمشي يعمل كونسيرت في باريس، يجيوه ألف، يمشي لأمريكا كومبلي، نجم يمشي لبلاد أخرى يجيوه مثلا جاوه بنزارة مثلا جاوه أربعة من الناس. معناتها اللي هو اللي كولوغ نو سي ديسكوت با. دونك تنجم مرة تعجب عبد، تنجم مرة ما تعجبوش. المهم أنا كان قلت لك المهم الواحد يكون فرحان ينتج ويعمل حاجات راجعة عليهم. يعني كل سوا عجبت ولا ما عجبتش، على الأقل إنه الفنان يكون عنده إنتاجات، هكا تقول لي؟ شوف كان عجبت نفرح برشا، وكان مع كان ما عجبتش جو كومبون. خاطر زاد غنيتي راهو حتى راه في تعرف الببليك نتاعي معناتها كيف نقول لك فيه برشا نخبوي. لا مش نخبوي بالكل، بالعكس فما عندي ببليك مثلا يعشق بيدوخان، فما ببليك اخر يحب تاير ما يحبش بيدوخان، فما ببليك يحب قطوس ترميد وما يحبش تاير. دونك انا الببليك نتاعي متنوع على خاطر الموسيقى اللي نعمل فيها متنوع. فنجم تاو فمتنجم اغنيه تعجب عبيد، نجم اغنيه اخرى ما تعجبش، تكون هذيك هي. عندك برشا طاقه، خاصه انه غدوه باش تبدل الرقم في عمرك. ليه؟ اي غدوه شويه اخرى نص الليل نصلي بش بدل عمري. اي قديش هو الرقم؟ 36 سنة ان شاء الله. هابي بيرثدي حسين.
Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday حسين، كل عام وانت حي بخير. عايشك شكرا. يقول لي اول اول شكو اول اول واحد قال لك هابي بيرثداي اليوم اذاعه موزايك؟ اول واحد يعطيك الصحه وبحليها السيفري يعطيك الصحه. حسين اليوم تتقلق نوعا ما من الوضعيه اللي صايره بالنسبه للفنانين، خاصه مع كلام انه باش ترجع الحفلات والاعراس والناس ترجع تخدم، بين القرارات اللي مازلنا ما فهمناهاش اسكو باش يرجعوا ولا ما يرجعوش، مره جمعه نقولوا باش يرجعوا مره نقولوا ما يرجعوش، ما عادش فاهمين حتى حاجه. بالنسبه لك انت كيفاش ترى الامور؟ بشوف هو قبل كل شيء انا فرحان معناتها بالاجراءات اللي صار تختولي ولا عندنا معناتها الكوفرف ولا نص الليل حاجه باهي فرحان بها. زاد فرحان اللي زملائي معناتها فما برشا زملائي باش يرجعوا يخدموا معناتها في لي لاونج ولا في العريس معناتها. وزاد كيف فرحان اللي معناتها وزير السياحه قايم بواجبه في الحفلات هذا، لكن كوزير ثقافه ما تعرف ما هو بالنيابه معناتها وزير السياحه وزير ثقافه كوزير ثقافه نحس اللي ماهوش قاعد يقوم بدوره كما يفوق، وهذا يلزم يتبدل. لازم تعرف حاجه اللي راهو تو في تونس في الوقت تو معناتها مالك ما فماش معناتها تياتر باش تعمل فيه حفله تو في السي معناتها تو كان نقولوا غدوه نحبوا نعملوا حفله في السي ما نجموش خاطر ما نعرفش نعطيك حتى مارجن كارتاج تو الثاني ما تنجمش تعطي حتى شيء حتى الاميناجمون ولا الضوء ولا حاجه ما تلقاش كيفاش باش تعمل حفله. وهذا معناتها مؤسف معناتها خاطر نحكي لك الفنانين اللي بالحق معناتها اللي عنده سبيكتاكل اللي يغني لايف مش بلاي باك كاو معناتها الثين معناتها فهمت دونك اوبليجي نستنى الشتاء معناتها. وبتعرف معناتها السيتياسيون تاع الاختيست تويك اللي تخي تخي ديفيسيل كيف برشا توانسه فوالا يا دي وي دي با كو سوسوا فينونسيغمون ولا مورالمون فأموا هاني قاعد نحاول نفرح معناتها الفان نتاعي اللي يستناو ديما في جديد نتاعي وأموا بحاجه هكا مورال على القليله تشيخهم وتشوفوا حسين ديما معناتها ينتج ويعمل تغنيات جدد وناتوندون اللي الدنيا ترجع ناتوندون اللي نرجع للحفلات نتاعنا. وحاجه اخرى زاده مالك اللي معناتها زاده عندي حاجه نحضرها زاده للكوستوا لي لانج مانيش معناتها مانيش رافض المبدا هذاك لكن كمان معناتها ما يجيش زاد بعد عامين انه احنا نستناه وساعدين وكل شيء باش نرجع جوست معناتها نعمل حاجه هكا في لاونج خاطر حضرت ميجا سبكتاكل ما تعرف افيك اوركستر سيمفونيك وكل شيء ومعايا دي دي دانس فحبيت اوموا كي نرجع سيغ سين افيك ميجا سبكتاكل ونرجع ندور ونعمل المهرجانات نتاعنا ولا الحفلات نتاعنا كي العاده فان شاء الله يا ربي نرجع وكا. من اخو رايك ممكن حسين استغل وجودك معايا في موزايك واللي صار مع شمس الدين باشا ومن العمارة شو رايك فيه؟ والله شوف كان قبل التحيه زملائي نحبهم برشا. انا نقول تاعك ناخذ بالمبدا نتاع كسيتويان كانسان معناتها كمواطن عادي اي مواطن عادي تو راهو يتعدى بمرحله طيبه ماديه خاطر حتى كان انت عندك برشا فلوس في الكونت بعد العامين هذوما باش تولي شويه فلوس حتى كان انت عندك نقولوا 500 دينار في الكونت باش تولي عندك حتى في الكونت يعني الوضعيه اللي تري ديفيسيل للناس الكل كنت سواء عندك فلوس ولا عندك شويه فلوس فالعبد عنده حق يخرج يخدم فيها الى لو دروا باش يخرج يخدم باش يلوج على قوته معناتها خاطر عنده عرفت انا عنده كريديات عنده حاجات باش يعملها ذي بدون فتو معناتها عنده حق يمشي يخدم اي ارتيست ولا اي انسان. الثاني حاجه نقول لك اللي راهو الارتيست ما عندوش دخل في المو اسكو انا كي باش نمشي نحيي حفله في معاش في عرس ولا ما عنديش دخل انا بمنظم الحفله هذيك معناتها انا توا معاش نقول لك ليت عربون في عرس مانيش تقعد انا نلوج اسكو مولا العرس عنده رخصه ولا ما عندوش رخصه ولا باش ندخل في الديتاي هذوكم. انا فوالا خديت مثلا سي بون عندي العربونه هذاك بلغتهم هما معناتها العربونه هذاك باش نجي نخدم معناتها نعمل البريستاسيون تاعي كيف جاي بس كيف حتى دونك اللي صار مع منال ومع شمس فانا اطار تنجم تحطه
كمان لك كيف معناتها كيف عندي انا كيف شمس الدين ولا منال كيف الناس اللي حاضره كيف معناتها انا جيت مستدعي بون الفرق اللي انا باش نحي نعمل شويه انيماسيون وفما زاد الناس اللي هما مستدعي وقاعدين زاد بعض وقت معناتها ما فهمش علاش انت باش تمشي لابس تقول له علاش قاعد تخدم التو ما فهمش علاش شد كان اللي السيد اللي هو معناتها مخالف في والا وانا تنجم انت الناس كلها تقول لهم يا خويا باش نعاقبكم نسكت خاطر انتم الكل بعض وقت فهمت هذا هو ما تراي يعني ظلم اللي تراه اللي صار اليوم مع منال وشمس والله اي خاطر ظلم اول حاجه وثاني حاجه زاد حتى برستيج الاختيس ما يجيش معناتها نقرا انا هكا نحل فيسبوك ولا نحل موزايك مثلا نقرا نقول شمس ولا منال عاملين محضر وصفا ما يليقش بارتيست ما نحبش معناتها نشوف زملائي هكاك ونتقلق برشا وبليس ما همش هما مثلا منظمين الحفله ولا فهمت كان جيت انا منظم الحفله نقول لك انا كي جيت نغني وجيت اخو عرفوني الواه باش تعاقبني ما عندي حتى دخل واضح حسين خلي لك كلمه ختام للجمهور يسمع فيك جديدك ومشاريعك جديده هاي جديد النجمة هبطت اليوم نحب الناس كلها تبارتاجي وتتفرج وتخليني لي كومنتير كما قلت انت كنت سوا باهي نحب ديما انا لي كومنتير البوزيتيف الحقيقة يشجعوني وهذاك اللي نتغذى منه باش نكمل وننتج وبالمناسبة نشكر لي فان تاعي الكل على السوتيان تاعهم تخطوط مغال كي نلقى لي كومنتير المحلاهم انت قلت كومنتير بركة خايب ذولي كان هذاك كومنتير لا ولا حسين ولا لا لان ثم كومنتيرات ما نشوفش نقراهم في المباشر ثم 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 راهو قلوب حب وثم تبارك الله عليك وثم قال لك يو روكيت وثم شو قال لك برافو وغيره من هذا الكل وثم شكون قال لك زاد انا ديزابوينتد معناها يعني ثم برشا تعليقات حتى موزايك نلقى راهو دي كومنتير يبقى باهي تلقى خايب وي سي فغي موجود حاجه عاديه جدا فوالا نفرح برشا باللي كومنتير نتاع الناس اللي يحبني هذاك علاش زاد كي نلقى وقت نجاوبهم خاطر نحترم من اللي فان تاعي وحتى كي نلقى وقت نجاوب نقول لهم ميرسي خاطر هذاك هو راس مالي والناس زاد اللي ما عجبتهمش الغنية نوعدهم اللي انا ديما باش نجدد ديما باش نعمل دي تابلو دو بانتور انا نسميهم يكونوا هكا فيهم غشيخ فيهم بحر ونوعدهم اللي مانيش باش نولي كلاسيكي نهار من نهارات نحاول ديما نكون نعمل غشيخ ونزيد حاجات في الموسيقى ونزيد الفلوس وكهو وان شاء الله تعجبكم والثانية وجديدي ولا حسين ما حطيتها في قلبك حكاية الكومنتير انا نحب ديما ننجح ونكون المهم دونك حتى كومنتير واحد يبدأ يزمني نخدم على الاخر باش المره الجايه نكون في المستوى يحب الناس اكيد حسين الدوس ميرسي بوكو هابي بيرثدي مره اخرى يعيشك ميرسي بوكو يلا برا مشي احتفل بعد ميلادك مازال نصيف ساعه كهو وتعمل انيفرسير نتاعك حسين ميرسي بوكو كنت معنا مباشره على موزايك